اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المقرر أن يتم تصعيد ضيوف الرحمن غدا السبت 9 من شهر ذي الحجة إلى صعيد عرفات اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمات وإجراءات متكاملة على المستويات كافة الأمنية والصحية والخدمية. من جانبها فرضت قوات أمن الحج والأجهزة المعاونة أطواقا أمنية واسعة لضمان أمن الحجيج وتيسير تفويجهم وتنقلاتهم في مناطق المشاعر وفقا للتوقيتات المحددة. لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا